ليزا زبنفل ديفينيتيف إديشن هي المجانية الثانية لمتجر إيبيك جيمز لهذا الأسبوع إلى جانب أندوستريا التي تظهر لكم مراجعتنا في الأعلى لها في حرف الآي. وبالنسبة لهذه النسخة من ليزا فستقدم لنا كل من اللعبة الأصلية ليزا زبنفل وأيضا الإضافة ليزا زجويفل، وما سيضعك في هذا العنوان هي تجربة RPG التي ربما تكون الأكثر سوداوية ودموية في صناعة الألعاب، حيث تدور أحداث اللعبة في عالم متهالك شبيه لما حصلنا عليه في ماد ماكس، وعبر شخصية تدعى برات أمسترونغ ستحاول العثور على ابنتك التي وجدتها في هذا العالم الخالي تماما من جنس النساء، والتي تم اختطافها من قبل أحد المجموعات المفسدة في هذا العالم المتهالك، وتم تصفية تقريبا جميع الأشخاص الذين كانوا يعيشون معك في تلك القرية. ومع هذه المقدمة البسيطة التي توضح لكم السوداوية والمأساة التي يحملها هذا العنوان، هذا مجرد لمحة بسيطة لأشياء أوضح ستقابلها مع التقدم في اللعب، وما جعل هذا الجانب أكثر وضوحا هو عالم اللعبة وتقريبا في أي مكان منها ستلاحظ المعاناة التي تعيشها شخصية في اللعبة. أما بالنسبة لأسلوب اللعب ونظام التقدم فستحتاج دائما للاستكشاف من أجل العثور على أشياء مختلفة تسمح لك بالوصول إلى مناطق أبعد، وأيضا تساعدك على تخطي بعض الحواجز. وفي هذه الرحلة ستقابل العديد من الشخصيات، منها من سيرافقك في رحلتك هذه كصديق، وأيضا ستقابل من يريد تصفيتك. وهنا يجب أن ننوه لشيء مهم جدا يخص التجربة التي تقدمها ليزا، حيث يعتمد هذا العنوان بشكل كبير جدا على الحوارات والخيارات، دائما ما يكون لها تأثير كبير على الأحداث. وبما أن العنوان ليس معرب للأسف فستحتاج إلى لغة إنجليزية جيدة لكي يمكنك الاستمتاع والحصول على التجربة الأفضل منه. وبالتحدث عن الحوارات والخيارات في اللعبة فهي حقا عجيبة ودائما ما تميز بالجانب السوداوي، ومثال على ذلك يوجد أحد الشخصيات التي ستقابلها في اللعبة ستساعدك كثيرا، ثم في أحد اللحظات وبعدما تعلقت بتلك الشخصية يأتي العدو ليساومك، هل يقوم بقتل رفيقك أو تقوم بقطع يدك؟ ومثل هذه الأمور ستنتظرك منها الكثير في هذا العنوان. وبالنسبة لميكانيكيات اللعب فأسلوب التقدم سيعتمد على حل الألغاز والاستكشاف، أما القتالات فستكون عبر الأدوار وأبدا ليست سهلة التي في البداية، ومن الصعب جدا في هذا العنوان أن تقوم برفع مستوى شخصيتك، لهذا توقع تجربة ستحمل الكثير من الصعوبة والتحدي. ليزا زبنفل عنوان تلقى الكثير من الاستحسانات من اللاعبين وتقييماته كلها إيجابية بسبب التجربة الفريدة التي يقدمها، لكن كما ذكرنا يوجد عدة أشياء ستمنعك من تجربة هذا العنوان. أولها التوجه العمري لأكثر من 18 سنة، ثانيا يحتاج للغة إنجليزية جيدة، وإذا توفر فيك هذا الشرطين وأردت تجربته فهو متوفر مجانا على متجر إيبيك، وبمجرد إضافته إلى مكتبتك سوف يبقى معك إلى الأبد. وإلى شباب احنا نختم حلقتنا لليوم، أتمنى إذا ما قدمنا نال إعجابكم، ولا تنسونا من السبسكرايب واللايك ولا فيديو آخر. استودعكم الله، سلام.